اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى. اسكندريه التي لم تراها من قبل، عواصف ثلجيه في اسكندريه وشغلانه جامده جدا، وبعدين الطقس السيء يقتل 2 في المنوفيه، وانهيار ماذنه في الاسكندريه، والشجر عمال يقع، والدنيا متلخبطه خالص خالص زي ما انتم متابعين. البرد شديد. نسمع بقى من الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئه الارصاد. دكتور وحيد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمود يا فندم، اهلا بيك. زي حضرتك كل شتاء وانت طيب. انت بالصحه والسلامه يا فندم، واحسن صحه وافضل حال. ربنا يخليك. ايه التلج ده عندنا احنا؟ ده انتهى التلج ده. عندنا حضرتك ده فين ده؟ نروح نشوفه. احنا بقينا في اوروبا دلوقتي. كويس. طب ايه يا دكتور بقى الحكايه دي بقى؟ لا الحكايه دي طبيعيه جدا حضرتك خلال هذا الوقت من العام. احنا عارفين شهر يناير حضرتك من ابرد شهور السنه في مصر، هو والنص. بس ما شفناش في يناير ابدا عاصفه ترابيه. لا حضرتك ابدا، كانت درجات الحراره في سنين عديده قبل كده وصلت لاقل من هذه الدرجات، ولغايه السنه اللي فاتت كان في تساقط برد وثلوج، كان حتى على مدينه اكتوبر وزايد. ايوه انا بقول لسيادتك برد وثلوج، وده ما عارفينه شفناه يعني، انما عاصفه ترابيه في الشتاء. دي غريبه شويه. غريبه شويه. ويمكن لان كان في يعني منخفض بيضرب منطقه الشرق الاوسط كلها، متمركز شرق حوض البحر المتوسط حضرتك. طب دي خلصت يا دكتور وحيد؟ لا لسه حضرتك، هو في نشاط رياح وكل حاجه. لا العاصفه الترابيه، العاصفه الترابيه اللي دي عامله ازمه لوحدها. هي تعتبر انتهت، لكن في نشاط رياح حضرتك، لان الحمد لله المطر ابتدى ينزل في اماكن عديده. كويس. فك الدنيا. بعد سقوط المطر بيبقى مجرد هواء جديد حضرتك، الهواء دوت بيزيد من احساسنا بشده بروده الجو، وبيؤدي لاستمرار اضطراب الملاحه البحريه في المسطحات المائيه، زي ما طلعتنا بعض وسائل الاعلام النهارده المرئي. اسكندريه الامواج ارتفعت لاكثر من 5 أمتار وخرجت. بيقولوا خرجت بره الشواطئ حضرتك وكده. صحيح. بس يعني الحمد لله الارصاد كانت مطلعه تحذير قبلها ب 72 ساعه وبعت لها كل وسائل الاعلام وكل قطاعات الدوله وادينا خبر لكل الساده المواطنين حضرتك. طيب دكتور وحيد، العاصفه دي اسمها هدى، وفي لبنان مسمينا زينه. اسمها زينه او هدى. وعندنا اسمها هدى، يعني مش ممكن نسميها منى؟ ممكن زي ما يعجبك يا فندم. مين اللي بيسميها يعني؟ هي اصل نعم؟ مين اللي بيسميها؟ هي اتفق حضرتك على العواصف اللي بتضرب منطقه الشرق الاوسط انها تاخد اسم بيبقى شبه ليه معنى حضرتك. يعني مثلا كلمه هدى يعني الشيء الطيب او الشيء الحسن، يعني في ناس بتستبشر بسقوط الامطار، هم في اوروبا بيسميها باتريسيا. يعني على مستوى العالم كل اوروبا بتسميها باتريسيا حضرتك. يعني بتسميها على صفتها، بتسميها على صفتها. هنا هدى او زينه حضرتك في الشرق الاوسط. طيب كويس يا دكتور. طيب انا عايز بس يعني ادي نصيحه برضه حضرتك، ان في الناس اللي بتفكر تعمل رحلات سفاري او حاجه لسينا ريت ترجئها، شركات السياحه اللي بتنظم رحلات لسينا برضه ريت ترجئها. طيب. لان المناطق دي ليها طبيعه جغرافيه خاصه، وفي سقوط امطار غزيره وهتزداد خلال الفترات القادمه، فبتسبب خطوره كبيره جدا على الطرق هناك. طيب. ويا ريت ان احنا نبتعد طبعا عن كافه الانشطه البحريه فوق المسطحات المائيه. بس ده ملوش علاقه بالطرق الصحراويه يعني اللي بيسافر الاسماعيليه. لا لا حضرتك، لا في ليه علاقه طبعا نشاط الرياح ده بدور يعني برضو السفر على الطرق دي يستحسن يعني للضروره القصوى. لان في امطار غزيره نزلت، واحنا عارفين المطر بيؤثر بالسلب وبيسبب بعض الشيء من الخطوره للمركبات اثناء قيادتها على هذه الطرق حضرتك. ده بالاضافه لمقاومه الهواء للمركبات، مقاومه كبيره جدا حضرتك. طيب يا دكتور، طب بالنسبه للجو بقى ان شاء الله يعني هنقعد في البرد ده شويه، لكن العواصف بقى وهدى وزينه والحاجات دي هنقعد فيها قد ايه بقى؟ لا لسه، لا خلاص الحمد لله، ومجرد شويه هواء اقل يعني، في نقدر نقول هتخف حده حاله عدم الاستقرار اللي احنا عايشينها دلوقتي ديت ان شاء الله اعتبارا من يوم الجمعه، لكن بيبقى الجو شديد البروده، بتبقى في نشاط الرياح، لكن مفيش اتربه ورمال مثاره حضرتك سوى على محافظات الجنوب الصعيد. طيب. لان لسه المطر لسه ما وصلهوش حضرتك. طيب دكتور وحيد سعودي، انا بشكرك، المتحدث باسم الارصاد الجويه. انتوا عارفين طبعا الدكتور وحيد سعودي يعني بنجيبه في الحر ونجيبه في البرد وفي الربيع وفي الخريف، يعني يعني كل سنه طيبين. احنا في يناير كويس، احنا ديسمبر راح كده يعني فطس كده ما فيش فيه اي برد، فطبيعي يناير ناخد شويه برد يعني، بس احنا بنضحك. لكن البرد ده مشكله كبيره عند ناس كتير، في ناس كتير في مصر البرد ده عندهم مشكله كبيره.
اللي ما عندوش سقف واللي الحيطان مخرمه واللي الدنيا بتاع واللي الميه تمطر في الحاره فتبقى كلها طين واللي الميه تمطر في الطريق فتبقى العربيه مش عارفه تمشي والبيوت تبقى طين والناس تخش بالطين ورجليها مليانه طين وتبقى بهدله جامده جدا 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 جدا. يعني الامر لا يستدعي الضحك خالص، يعني انا بضحك في مكان غير ما فيهوش ضحك اصلا. لانه انا بضحك لانه الواحد ما لا بيشوف طينه ولا بيمشي في حاره ولا بيمشي في حاجه. لكن عامه الناس ماشيه في الحواري وماشيه بتاع ربنا معاها. ربنا معاها. كان في جزم زمان بتتباع كده اللي هم بيلبسوها ناس معينه، يعني جزم الجلد ديت بلاستيك طويله دي، يعني يا ريت نستعملها بلا حرج، ما تتكسفش انك تلبسها، ما تتكسفش بدل ما بتطين جزمتك لمؤاخذه يعني والبنطلون والدنيا بتاع، البس الجزمه تخش بيتك تقلعها. يعني الحياه مخلوقه لك مش انت المخلوق على مزاجها. يعني ايه؟ يعني الحياه دي بتاعتك انت، ربنا سبحانه وتعالى عملها لك انت زي ما قلت لك قبل كده، انت السيد، فانت اعمل اللي يناسبك. ما تقولش ان دي الجزمه دي شكلها وحش، مفيش حاجات من دي، اعمل اللي مش اللي على مزاجك، اللي يناسبك بس.